تتفق او تختلف على بعض التفاصيل انا معاك، وانا يا سيدي كمان مختلف مع بعض التفاصيل. تقول في تغييرات في توقيت مش مناسب، في بدايه سكواد او بدايه اختيار تشكيل اساسي، في واحد او اثنين كانوا ممكن يقعدوا، وفي لعيب بياخد فرصه زياده عن لعيب، كل دي تفاصيل نتفق او نختلف فيها كجمهور. لكن صاحب الحق الاصيل في الاختيار والقرار وصاحب المسؤوليه الوحيد هو الجهاز الفني. لكن اللي ما نختلفش عليه هي فكرة إنه كولر نجح الحقيقة على مدار مشواره مع الأهلي، وبصرف النظر والله عن الألقاب والبطولات، وبصرف النظر عن مستوى المنافسة، بتلاعب بلدية المحلة أو بتلاعب اتحاد جدة أو بتلاعب أوراوا ريدز أو بتلاعب الوداد المغربي، ماليش علاقة بالمنافس. لكن الراجل ده الثابت فيه إنه الحقيقة في ظل الظروف الصعبة أو الظروف الكويسة قادر يوصل بالأهلي للهدف والنتيجة اللي هو عايزها. ويمكن أنا لما استعرض مع حضراتكم مباراة الأهلي على مستوى أفريقيا بس، يكفي إن أنا أقول لك إنه الأهلي لعب 16 مباراة في بطولة دوري الأبطال السنة اللي فاتت، والسنة دي لم يتعرض فيهم لخسارة واحدة أيا كانت الظروف، فترة توقف، فترة إصابات، ابتعاد عن المستوى، أيا كانت الظروف لم يتلقى الأهلي مع مارسيل كولر خسارة واحدة. قبل الفاصل كنت بتكلم مع كابتن ماهر على طريقة لعب الأهلي، وإزاي مستر مارسيل كولر عمل عملية التدوير، وإزاي طور في طريقة اللعب اللي ظهر بيها الأهلي بشكل كبير في الماتشات الاربعه الاخيره. تعالى كابتن ماهر كده نبص على مجموعه الاهداف اللي سجلها الاهلي، ورغم ان احنا متفقين انه الاهلي مش في افضل حالاته، او على الاقل متفقين انه طبعا كره طوليه ده هدف الاول في البلديه، رامي الهدف الاولاني رامي، رامي اتكلمنا على المهاره المهاره اللي من خلف، والمهاره عامه كانت بتبقى من نص الملعب. مزبوط. النهارده بقى خط الظهر. يعني واضح ان في تعليمات بالذات الماتش ده، وضح ان في تعليمات من كولر ان يبقى في تحركات معينه ونزول من اجنحه الاهلي والمهاجمين، وباصات طوليه من المدافعين من خط الخلف. ودي جمله استجدت علينا يا احمد السنه دي بعد التوقف. فدي بتحسب برضك للمدير الفني مستر كولر. اللي انا شايف ان عنده شفافيه وعداله بشكل كبير جدا في التوزيع. بالنسبه لادوار اللعيبه، يعني شفنا رامي ويحسب برضه لوسام الحقيقه، وسام لان وسام الحمد لله رب العالمين من الصفقات رايك فيه يا كابتن ماهر؟ هايل صراحه. يعني جسمانيا قوه وسرعه، مهاره، تصويبات، ذكاء، تحرك. انا شايف ان وسام مكسب كبير جدا للنادي الاهلي وفي اسرع وقت. وبعدين المباراه دي كمان يا احمد يعني دي كره علي معلول، طبعا طوليه برضه رضا سليم، ورضا بينزلها لتحت، جون هنا من عند قفشه طبعا، قفشه موش قفشه وبعدين كريم ده بياكد لك كمان ان الكثافه العدديه اللي موجوده جوه ال 18 لاعب واثنين وثلاثه، وده جمال الهدف ان اللعيبه عندها الرغبه رايحه في توقيت صحيح. الباص من علي معلول برضك مدافع باص طويل زي امبارح برضو الجمله اللي عملها مع حسين الشحات. فدي من ضمن الحاجات اللي مستر كولر اضافها للجمل التكتيكيه للنادي الاهلي، الباصات الطويله القاتله في ظهر الخصم اذا كان المحلي او الافريقي. وطبعا عندنا من الامكانيات كمان السرعه. سرعه رضا برضك من ضمن السرعات، وبعدين بينزلها لتحت اللي جاي، يعني عدت وسام وبعدين لقت قفشه. هو تحرك وسام هنا كمان فضى مساحه كبيره لقفشه وكريم من وراه بالظبط، يعني سحبته للمدافع هنا خلقت مساحه كبيره جدا بعرض الجول. طبعا هو راح يا احمد على امل انها هتنزل له يقدر يحطها. فدي من ضمن الجمل اللي بيتضربوا عليها، هو سبقها بس شويه. يعني وسام عدت وسام لقت قفشه، طبعا ضربت في المدافعين، لكن فرصه فيها ثلاث احتمالات بالظبط، وسام ممكن يسجل، قفشه ممكن يسجل، كريم ثلاثة. فدي من ضمن الجمل التكتيكيه اللي فعلا لعيبه النادي الاهلي بدأ يتقنوها بشكل كبير جدا. وفي التيت الاخير وبدايه الهجمه من خلق المساحه اللي بيتحرك فيها المهاجم وبيضرب بيها التكتل الدفاعي. يعني شوف باص طولي برده، ده باص طولي امام لرضا وبعدين تفنيشه رضا، هو باص اسيست رائع من امام، حاجة وتفنيشه رائعه من حاجه رضا جميله بصراحة. التحرك بتاع رضا وخلق المساحه، وبعدين هي واحده خلاص التصويبه، رغم ان الزاويه صعبت عليه شويه يعني جداً. يعني اتقفلت شويه، لكن بذكائه برضه جاي من حطها في الزاويه الضيقه. يعني ما حطهاش في الزاويه البعيده. اضمن طبعا امام عاشور الباص الجميل، وبعدين طبعا رضا بتصويبه في الزاويه الضيقه. ايوه
هدف هدف كمان من الاهداف الجميله. رضا جاب كام في الميه من مستوى كابتن ماهر من بعد الاصابه؟ والله رضا عشان لعيب ذكي ولعيب سريع ولعيب مهاري، فانا شايف رضا في اي وقت يا احمد هتديله هيصنع لك الفارق بصراحه، يعني خصوصا من اللعيبه المؤثره بشكل كبير جدا. امام كمان من اللعيبه اللي احنا كسبناها بشكل صفقه جيده بشكل كبير جدا. انا بتهيالي لعيبه امبارح، انا مش عايز اجي للزمالك دلوقتي، بس امبارح وانا بتفرج على اللعيبه كنت حاسس انه كله بيلعب وبيفكر مين هيضمن مكان اساسي في ماتش الزمالك. احنا ما شاء الله حته الاساسي والاحتياطي عندنا زي ما قلت لك يا احمد. بس كل اللعيبه نفسها تلعب في الماتش. بدايه كلامي عندنا ثلاث لعيبه بينافسوا بعض في كل مكان، بس هم الثلاث لعيبه في كل مركز عايزين يلعبوا ماتش الزمالك. طبعا انت شخصيا وانت بتلعب بالنسبه لك كنت مستني ماتش الزمالك؟ كنت بعملها بحياتي، يعني ماتش الزمالك ده يا احمد هو فيه توفيق من عند ربنا. انا بالنسبه لي كانت يعني من احلى المباريات اللي بعملها في حياتي. ليه؟ لانك انت طبعا يوم غير عادي، عيد، بتقابل خصم طبعا قوي وفي عنده لعيبه دوليين، لعيبه على اعلى مستوى، علي خليل، حسن شحاته، فاروق جعفر، طه بصري، جماهير هنا 25000، هنا 25000، الاستاد مليان، مصر كلها قاعده بتتفرج، مصر كلها الساعه 3 بقى كانت وقتها يوم الجمعه. أي. الناس بقى بتتغدى وتقعد بقى ايه يعني ماتش الاهلي والزمالك، تقضي مباراه جميله، وفي نفس الوقت كمان مباراه ممتعه فنيا وتكتيكيا. الناس كانت بتستنى، انا فاكر وانا صغير يا كابتن ماهر، الناس كانت بتستنى الماتش ده قبلها باسبوع بالظبط، يعني حضر، كله قاعد بيحضر هتعمل وهتتفرج فين وهتتلم مع مين، عيله ولا اصحاب ولا في النادي، يعني بالزبط. يبقى جو بصراحه افتقدناه شويه يا كابتن ماهر. طبعا، وبعدين الجماهير بتطلع بقى يروح على القهاوي بقى وبتاع ويفضلوا يتكلموا على المباراه على المباراه طول الاسبوع زي ما قلت احمد. وفي نفس الوقت كمان مفيش مباراه اهلي وزمالك يمكن على مدار 11 سنه لعبتهم ما طلعتش بمستوى اكتر من جيد. طيب مفيش حاجه فيهم طلعت متوسطه او ضعيفه، لا كلهم يعني على اعلى مستوى وكلهم اهداف، هدف هنا وهدف هنا، فرصه هنا فرصه هنا. لا مودست لا التحرك مودست. التحرك برضك ممكن نعيد الجون ده تاني لو سمحت. والباص كمان من قفشه حطها له في السكه، يعني قفشه استلم ما استناش بقى وهو اتحرك من اول ما قفشه استلم، سرق المدافع. انت كنت بتتكلم يا احمد قبل ما نطلع بتتكلم على العلاقه اللي بين اللعيبه وبين بعض، يعني يعني انت ذكرت اللعيبه اول مره تلعب وظهرت بالمظهر ده. يعني اول مره تلعب في 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 خطوط مثلا زي مثلا عمر كمال اول مره يلعب، صحيح، لكن ظهر انه متجانس مع اللعيبه، انه يعرفهم بقاله فتره، انه بيلعب معاهم بقاله فتره، فده بيرجع لذكاء لعيبه النادي الاهلي الجدد والقدام، ان الكيمياء معاهم واضحه قوي، ان في تجانس برؤيه وبشكل وبنظره على التحرك. يعني شوف قفشه ما استناش، هو استلم وعدل، مودست كمان ساعده خلق له المساحه اللي بين الاثنين قلبي الدفاع فحطها له في السكه الفاضيه، طبعا استلم وبعدين لف وبعدين حطها بشكل جيد. جات له واحده استنى سهله عليها، جات له واحده سهله اسهل من دي امبارح بس ما وفقش فيها. فظروف المباراه ظروف المباراه يا احمد لما بتفتح هيبقى الفرص سهله، لكن لما بتبقى ضيقه بيبقى يعني بيبقى برضك فيها توفيق وعدم توفيق لبعض المهاجمين. لكن في الاول والاخر معظم ولادنا في التلت الهجومي بقوا مرعبين، بقوا يسببوا مشاكل على اي خط ظهر مهما كان، لان عندهم من القوه والسرعه والمهاره وخلق المساحه والذكاء واحراز الاهداف المتنوعه برجله الاثنين بدماغه، اسيست واحد ضد واحد، 1-2 دبل باس. يعني النهارده بقى عندنا حلول بشكل كبير جدا في التلت الهجومي. ده ياخدني معاك شويه لتفكيك كولر في مواجهه الزمالك، بس قبل ما نروح لمواجهه الزمالك مجهزين كده ارقام على مارسيل كولر في خلال سنتين والراجل ملوش اي سابقه اعمال في افريقيا، يعني لا تولى تدريب انديه افريقيه او منتخبات افريقيه، اول سنه ليه حقق نجاحات كبيره جدا وفاز وحقق لقب دوري الابطال. لكن لما اجي ابص لارقام اخر 16 مباراه تحديدا من اخر جولتين في دور المجموعات السنه اللي فاتت كابتن ماهر، وانت عارف ان الموقف بتاع الاهلي حسابيا او رقميا كان صعب، فبالتالي هم كانوا ماتشين مهمين جدا وما يقبلوش الاسم على اثنين. كان القطن الكاميروني بره، الاهلي كسب 4-0،
الهلال السوداني هنا في القاهره الاهلي كسب 3-0، بعد كده الاهلي والرجاء هنا في القاهره 2-0، الرجاء الاهلي والرجاء في المغرب في كازابلانكا تعادل 0-0، ثم الترجي التونسي في قبل النهائي الاهلي بيكسب في تونس 3-0 ويرجع ياكد المكسب هنا 1-0، ثم الاهلي والوداد المغربي في النهائي 2-1 للاهلي في القاهره وتعادل مع الوداد هدف عبد المنعم الشهير طبعا، قضيه ثانيه في كازابلانكا 1-1، ثم بدايه الموسم ده سان جورج الاثيوبي ذهاب وعوده 3-0 و4-0، ثم بعد كده يبدا دور المجموعات الاهلي بيفوز في البدايه على ميدياما 3-0 في القاهره، ويانج افريكانز تعادل في تنزانيا، وشباب بلوزداد تعادل في القاهره، ثم شباب بلوزداد تعادل في الجزائر، ثم ميدياما الغاني فوز خارج الارض 1-0، ومباراه امبارح على ارضنا 1-0. 16 مباراه الاهلي لعبهم في دوري الابطال، منهم فرق كبيره جدا ومنهم فرق ابطال قاره افريقيا، لم يتعرض لخساره ولا مره، بل بالعكس انه في 8 ماتشات خارج الارض قدر يحقق مع مارسيل كولر 4 مكسب و4 تعادل. قرايتك للارقام دي ازاي؟ وقرايتك لتطور مارسيل كولر افريقيا مع الاهلي؟ انا شايف ان احنا محظوظين بصراحه من بدايه توليه مستر كولر هذه المهمه. كلنا تبشرنا فعلا ان الراجل ده هو بتاع المرحله دي، يعني مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب كان عندهم حس ووعي بشكل كبير جدا ان هم يختاروا الراجل ده للمرحله دي. انت عارف يا احمد كل مرحله بيبقى ليها رجالتها. كولر هو بتاع المرحله دي، هو بتاع الجيل ده. زي مثلا ايامنا احنا مثلا كان هدوكوتي 7 سنين، وبعدين جه فايسا عمل نقله رهيبه الالماني، وبعدين جوزيه فالنهارده رغم ان هم مش على مستوى الاسماء، يعني في اسماء مديرين فنيين كتير كبار جم الاهلي، مارتينيول مثلا واحد من اهم الاسماء على مستوى اوروبا مثلا او على مستوى انجلترا، جيت على مسؤوليه، لكن ما تقدرش تقول انه التجربه كانت ناجحه زي هيديكوتي او زي فايتسا او زي مانويل جوزي. وموسيماني لازم يتحط مع الاسماء، وموسيماني يعني بصراحه كمان من ضمن المدربين اللي جم عملوا بصمه للنادي الاهلي بشكل كبير في اوقات كنا محتاجينه فيها. فالنهارده الجيل ده انا شايفه جيل محظوظ مع كولر، يعني الاثنين مكملين لبعض، كولر بفكره وبشغله اداؤه، وبعدين الراجل كمان عنده الجانب النفسي يا احمد، بيتعامل بشكل احترافي كبير جدا. تبص يعني شوف النهارده اللقطه جايبه مع الشناوي بيطمن عليه، واخد بالك، وشوف برنامجه وحالته. تصريحاته امبارح عن الشناوي حقيقه برضو اعتقد في المؤتمر كانت مهمه جدا. لا بالظبط. فالراجل العامل النفسي مدخل كل اللعيبه في الحته دي بشكل كبير جدا، وكمان يا احمد انعكست على اوضه اللبس. الحمد لله رب العالمين ما عندناش مشاكل في اوضه اللبس، كل الناس ملتزمه، كل الناس حابه، كل الناس عايزه تلعب، كل الناس عايزه تحقق، كل الناس عايزه تكسب، فبقى في روح تانية خلقها الراجل ده وجهازه الفني. بصراحه يعني النهارده بتنعكس 16 مباراه صعب قوي قوي بالارقام دي وبالاسماء الكبيره دي والفرق المصنفه دي. صحيح، صعب قوي 16 مباراه يعني بدون هزيمه، بدون هزيمه يعني. وكمان حصل تطوير في الفرق الافريقيه بشكل كبير السنه دي عن السنوات اللي قبل كده. فالنهارده الراجل بصراحه بيعمل انجاز ليه، وطبعا النادي الاهلي يعني طول عمره صاحب انجازات. يعني محدش يقول لك 16 ماتش فرق سهله، خلينا نقول بس انه الهلال السوداني بالتاكيد فريق مش سهل، الرجاء المغربي فريق بطل، الترجي التونسي فريق بطل، الوداد المغربي كلهم أبطال فريق يعني. بطل يعني احنا بنتكلم يعني على ماتشات كلها مع فرق كبيره، وفرق ليها باع وليها تاريخ وليها جماهير خارج الارض قدام في تونس وفي الجزائر وفي غانا، وكنا بنعاني منها. صحيح، انك انت تكسب خارج ملعبك دي كان بيبقى فيها شيء صعب، كل مره نقول ايه لو كسبنا خير وبركه، ما كسبناش خد تعادل بس ما نخسرش. فكانت لا غير برضك المفاهيم دي. صحيح، ان لا والنادي الاهلي بقيمه اللعيبه وتاريخ النادي الاهلي، لا لازم خارج الارض، لازم انا كمان اخدك لماتش الزمالك، رايك في الزمالك بشكله الجديد بالميركاتو الشتوي بالاداره او الجهاز الفني الجديد بقياده جوميز، وازاي هتكون المواجهه بين مارسيل كولر وجوميز المدير الفني للزمالك؟ لكن اسمع راي كابتن ماهر مع حضراتكم ونخش في الملف المهم بعد الفاصل.